إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، في ظلال شهر رجب توافينا ذكرى الإسراء والمعراج، ولئن اختلف الرواة في تاريخ الذكرى والمعجزة فلم يختلفوا أبدا أن 27 من رجب كان تاريخ فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وأمام الذكرى والمعجزة الأعظم بعد القرآن، ولا يقارن بالقرآن شيء، فهو المعجزة وهو الهداية وهو الإعجاز. وأمام الحدث الأعظم في تاريخ الأمة أيضا بعد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد سيرة الخلفاء الراشدين، تحرير بيت المقدس في هذه الذكرى وفي رجب أيضا كان بدء حصار المسلمين بقيادة أبي عبيدة الجراح في العام 15 من الهجرة لتحرير بيت المقدس أيضا. أمام هذه الأحداث العظام، وهي أحداث غير عادية في ظروف غير عادية أيضا، حيث تواجه أمتنا، بل قل في الحقيقة يواجه أهلنا في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، هذه التحديات الهائلة، وحيث يقدمون ما يقدمون من جهاد وتضحية وثبات وصبر واستشهاد ومقاومة للعدو الصهيوني اليهودي الغاشم القاتل المجرم ومن وراءه من العالم كله من مجرمي هذا العالم. في هذه الظروف الدقيقة غير العادية تأتي هذه المعجزة غير العادية أيضا، وتأتي ذكرى هذه الأحداث غير العادية أيضا، لتثير فينا تساؤلات عظيمة حقيقة. هل نرتقي إلى عظم هذا الحدث وتلكم المعجزة؟ هل نحن على مستوى من العمل والإيمان والأخلاق والسلوك والالتزام أننا على مستوى هذه الأحداث بحيث نستطيع أن نتأمل في دروسها وعبرها لنجعل من هذه الدروس والعبر منهج حياة لنا، أم ما زلنا نختلف ونقتتل على فتات من الأرض ولعاعة من الدنيا ونمزق الأمة لأجل أتفه الأمور، بل أن تتخلى الأمة عن بعضها، إذ نجد أهلنا يقومون بما يقومون فيه من تضحيات ثم لا تجد نصرا ولا انتصارا ولا نصرة حقيقية من الأمة الإسلامية، وبعضهم يتخذ مواقف كيف يستر عورته من خلال بعض التصرفات التي لا تخفى عليكم. إذن إذا لم ترتقي الأمة إلى هذا الحدث العظيم وتلكم المعجزة الأعظم
فكيف يمكن يا ترى أن نتناول مثل هذه القضية الخطيرة الكبيرة وقد حدثنا القرآن عن معجزة الإسراء في سورة الإسراء وحدثنا عن معجزة المعراج فهما معجزتان متصلتان ببعضهما البعض في رحلة واحدة حدثنا عن المعراج في سورة النجم ولو رجعنا إلى سورة الإسراء لوجدناها في قلب القرآن الكريم ولو رجعنا إلى سورة النجم لوجدناها في الجزء 27 من القرآن الكريم ولو رجعنا مرة أخرى إلى سورة الإسراء وهي تحدثنا عن رحلة أو عن معجزة الإسراء لنتبين من خلال ذلك أن من مقاصدها الأعظم أن يري الله نبيه ومن ثم نحن أن يرينا الآيات العظام الآيات الكبار لنريه من آياتنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى وأن هذه السورة سورة الإسراء هي التي حدثتنا عن علاقتنا مع بني إسرائيل في صراع دائم إلى ما شاء الله تعالى فالقرآن كله يحدثنا عن يهود في أخلاقهم وفي صفاتهم وفي كفرهم وفي ضلالهم وفي إفسادهم وفي علاقاتهم مع أنبيائهم فيما سبق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذه السورة سورة الإسراء وفقط هي التي تحدثنا عن المستقبل الذي يكون بيننا وبين يهود لذلك في هذه السورة وبعد أن حدثتنا عن هذا الصراع ومآلاته كيف نخوض هذا الصراع جاء قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين لقد كانت قضية القدس عندما يأتي قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى مباشرة بعد الحديث عن الصراع مع يهود على هذه الأرض المقدسة وهذه السورة التي حدثتنا عن وعد الله الإلهي الصادق لهذه الأمة وبما فيه توعد يهود أن يكون نهايتهم على هذه الأرض المقدسة باليد المؤمنة الطاهرة فيأتي بعدها مباشرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وسبق أن قال بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد إذن إذا لم ترتقي هذه الأمة إلى هذا القرآن العظيم وتفقه هذا القرآن العظيم وتعمل بالقرآن العظيم كيف يكون هداية لها ولن يكون لها هداية ولن يكون لها بشارة إلا إذا عملت من خلال هذا القرآن العظيم ووفق هذا القرآن العظيم وفقهت سورة الإسراء على وجه الخصوص في صراعنا مع يهود على هذه الأرض المقدسة لقد كانت عين الإسلام بتوجيه الله سبحانه وتعالى من اللحظة الأولى إلى هذه الأرض المقدسة حتى نعرف ما هي هذه الأرض المقدسة وما هو واجبنا تجاه الأرض المقدسة وما هي مسؤولياتنا تجاهها وكم نحن فرطنا الآن في هذه الحقوق وتلكم الواجبات وتلكم المسؤوليات من اللحظة الأولى إذ أمر الله نبيه بالصلاة وجهه إلى بيت المقدس من أول لحظة في الإسلام عين الإسلام على بيت المقدس هذه الأرض التي يجب أن تحرر وهذه الأرض التي يجب أن تفتح وهذه الأرض التي يجب أن تكون لعباد الله الصالحين الصادقين المتقين هذه الأرض التي لا يجوز أن يدنسها مدنس وكل من لم يكن على التوحيد والإيمان والإسلام فإنه يدنس هذه الأرض إذا اعتدى عليها وتتوالى الآيات التي تربط قلوب المسلمين وكل المسلمين عقيدة وإيمانا وتاريخا وتفاعلا
تربطنا مع الأرض المقدسة، فتنزل الآيات التي تحدثنا عن الأرض المقدسة وأنها مهد الرسالات ومن مر بها من الأنبياء، وأنها أرض البركة وأنها أرض القداسة، حتى جاءت سورة الروم التي أيضا جعلت أعين المسلمين يتعلق بهذه الأرض، إذ يحدثنا عن غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ليبشرنا سبحانه وتعالى بنصر عزيز بعد ذلك، رابطا ذلك بالأرض المقدسة، ليأتي على إثر ذلك حدث الإسراء والمعراج وآيات وسور الإسراء والمعراج، ليتعمق ذلك في قلوب المؤمنين. وإذ يحدثنا بعد ذلك عن الهجرة وما يكون فيها من أحداث عظام، جاء الحديث عن الهجرة في سورة الإسراء ذاتها، ثم جاءت غزوة الخندق وفيها بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، ثم كانت غزوة مؤتة توجيه عملي للمسلمين أن يكون بيت المقدس وبلاد الشام في نصب أعينهم تحريرا، وأن يكون أول ما يحرر من بلاد المسلمين من أرض الله الواسعة. ثم جاءت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون إلى تخوم بلاد الشام، ليؤصل فينا إن أعينكم لا يجوز أن تغيب عن بلاد الشام ولا عن بيت المقدس لحظة واحدة. ثم بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، عقد آخر لواء للجهاد في حياته، وجعل عليه أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل عليه أسامة بن زيد لماذا؟ ليرسله إلى بلاد الشام أيضا، وعرف باسم بعث أسامة، فكان آخر عمل قام به، آخر عمل جهادي قام به صلى الله عليه وسلم، أن أرسل بعث أسامة الذي نفذه بعد ذلك أبو بكر، لتبقى أعين المسلمين متجهة نحو القدس ونحو بلاد الشام. لذلك فقه المسلمون ذلك، فكانت عملية الفتح سريعا في 15 للهجرة على يد عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن جراح ومن كان معهم من الصحابة. إذن لم تنقطع صلة المسلمين يوما، وفقه ما معنى بيت المقدس وما معنى المسجد الأقصى وما هو حق المسجد الأقصى وبيت المقدس وبلاد الشام كلها التي بارك الله فيها. وجاءت الآيات تترى، وجاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تربي فينا وفي أبنائنا وفي عقولنا وفي وجداننا وفي عواطفنا وفي سلوكنا ما معنى بيت المقدس، وماذا يجب لبيت المقدس، وكيف نقوم بحق بيت المقدس. وسار التاريخ مسيرته لتقع القدس عام 492 بيد الصليبيين، ولا نريد أن ندخل في الأسباب، لكن لنرى أيضا كيف كانت استجابة المسلمين السريعة لصرخة بيت المقدس ولنداء واستغاثة المسجد الأقصى. فما كاد يمضي 10 سنوات، وطبعا الزمن غير الزمن، وسرعة الزمن غير سرعة الزمن في أيامنا هذه، ووصول الأخبار غير وصول الأخبار، وتهيئ الجيوش غير تهيئ الجيوش، ولكن في 503 بعد نحو من 10 سنوات فقط، يلبي أول من يلبي نداء القدس والمسجد الأقصى، ليأتي من جهة العراق، من جهة مدينة الموصل، من الموصل أميرها الأمير مودود ابن توتنجين التركماني من أصول تركية، كان أميرا على الموصل، فبدأ منذ 503 إعداد الجيوش لمحاربة الصليبيين وعينه على بيت المقدس، حتى وصل في عام 507. نحن ما بدنا نسرد التاريخ، ولكن لنعلم مسيرة الأمة وكيف استجابت لنداء القدس والأقصى، وما هي الاستراتيجية التي قام عليها التحرير، وأين نحن من ذلك كله، قام عليه الفتح، كيف كانت هذه الفتوح.
في 507 وصل خلال 4 سنوات وهو يقود الجيوش نحو بيت المقدس إلى دمشق، ولكن يد الغدر والخيانة الرافضية الباطنية من غلاة الشيعة تقتل هذا الأمير المجاهد في دمشق في يوم عيد في المسجد الكبير في دمشق، حتى قال قائلهم: أمة تقتل عميدها في يوم عيدها في مسجد معبودها، حق على الله أن يبيدها. لكن ليس الأمة الإسلامية التي قتلته، الرافضة الباطنية غلاة الشيعة الذين دابوا على التعامل مع الصليبيين والغدر بالمسلمين. ولكن ليحمل الراية من بعد ذلك آل زنكي على يد عماد الدين زنكي ثم نور الدين زنكي الشهيد ثم صلاح الدين الأيوبي ووالد وعم صلاح الدين كانا من أعوان عماد الدين ونور الدين، أيضا لتتجه يد الغدر والقتل والخيانة على يد نفس الأشخاص الباطنيون الرافضة غلاة الشيعة الإسماعيليون الحشاشون لتقتل عماد الدين زنكي عام 541، لأنهم حملوا راية محاربة الصليبيين وهم في ذلك يجاهدون للوصول إلى بيت المقدس. حتى مضى 80 عاما، لاحظوا 80 عاما الأمة في جهاد والأمة في إعداد والأمة في تخطيط والأمة تقدم التضحيات، ولم تكل يوما ولم تتراجع يوما ولم تسأم يوما ولم تقصر، وهي تعد العدة للوصول إلى بيت المقدس. 80 عام من 503 انطلاقة الجهاد إلى 583 ليكون ذلك على يد صلاح الدين. لكنه كان في هذا الموكب العظيم لنرى ما هي الاستراتيجيات العظيمة التي ساروا عليها من خلال مواصفات القيادة الأولى إيمانياً وزهداً وتقاً وأمانة وعدلاً وصدقاً واجتهاداً وجهاداً وتطلعاً إلى الشهادة. حتى أن نور الدين الذي سمي بالشهيد إنما مات على فراشه، لكنه لأنه كان يتطلع إلى الشهادة سمته الأمة نور الدين الشهيد. ولكن من استراتيجياتهم أيضاً أنهم بنوا المدارس العلمية الإيمانية التي تخرج القادة العظام، قادة مؤمنين بالله أولاً، لتمهد لإنشاء جيل مؤمن. فكانت مدرسة الإمام الغزالي وكانت مدرسة عبد القادر الجيلاني وغيرها من المدارس. وأنهم عملوا جميعاً على تطهير بلاد الشام ومصر والعراق من الرافضة ومن الباطنيين ومن الفاسدين ومن المفسدين ومن مظاهر المعاصي التي تغضب الله سبحانه وتعالى، وعملوا على وحدة الأمة، وعملوا على إعداد القوة التي لا بد منها إلى جانب ذلك كله. أمام هذه الاستراتيجيات المتكاملة حقق الله لهم النصر وحقق لهم الفتح في هذا الشهر العظيم. وإنا لنرجو الله وندعو الله ونتوجه إلى الله ولندعو جميعا بقلوب خاشعة مخلصة صادقة، لعل فينا من قلبه متصل بالله سبحانه وتعالى، أن يحقق لأهلنا في فلسطين وفي غزة في هذا الشهر، في هذا الشهر الذي كان فيه بدء الجهاد لتحرير بيت المقدس على يد أبي عبيدة، وفي هذا الشهر الذي فتح فيه صلاح الدين شهر رجب بيت المقدس، أن يكون لأهلنا في غزة أن يكون لهم نصر وعز وتمكين وفتح بإذن الله تعالى في هذا الشهر إن شاء الله تعالى. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يتألى أحد على الله سبحانه، هو أعلم وأحكم جل جلال الله. ولكن أيضا إذا أردنا أن نعيش استراتيجيات التحرير وكيف يكون الفتح لنعيش مع حدث الإسراء والمعراج على الحقيقة، لابد أن نعود أيضا إلى سورة الإسراء فنتدارس في هذه السورة التي حدثتنا عن العلم
وما هو دور العلم في المعركة، وحدثتنا عن النظام الاجتماعي والتكافلي والتراحم، وحدثتنا عن حفظ الأموال والأعراض والأنفس، وحدثتنا عن النظام الاقتصادي هذه السورة نعم، وحدثتنا عن كرامة الإنسان. إنسان بلا كرامة لا يستطيع أن يكون مجاهدا ولا يستطيع أن يكون سائرا في طريق التحرير، ولذلك جاء في هذه السورة ولقد كرمنا بني آدم. وحدثتنا عن قضية العبودية لله، وحدثتنا عن القرآن العظيم فورد ذكر القرآن أكثر ما يرد في هذه السورة، وحدثتنا عن الصراع المرير الذي يكون بين الحق والباطل وكيف نخوض هذا الصراع. وإن يكاد الذين كفروا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، الآيات في ذلك. وحدثتنا أيضا كما قلت عن الصراع على هذه الأرض مع يهود على وجه الخصوص. إذن في هذه السورة لو كان الوقت يتسع كيف ترسم لنا منهج التحرير القائم على حقيقة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بهذه المعاني يمكن أن نعيش مع ذكرى الإسراء والمعراج ومع ذكرى فتح بيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.